ما صعب الفراق، ما صعب الفراق يما، ما صعب الموت يما. الدموع شقت طريقها بحرقة، والقلوب لو قدر لها لنطقت من شدة اللوعة. أم تودع ابنها وتراه لآخر مرة في حياتها، ولم تصدق أنه فارق الحياة شهيدا. ما تقولوش بس انه مات، مش صعب، ما تقولوش انه مات بس، مش اسمعي، مش اسمعي. يا يما خيط الكفان وبيدك كفنيني، وقبل ما تحط الحجار يا يما عالصدر ضميني. الأخت بكت، وعلى يد أمها التي لامست لآخر مرة جسد الشهيد في حياته شدت، وعلى البطن الذي جمعهما حضنت. هي قسوة وداع أبدي، فالأخ الشهيد هذه المرة سيخرج بقبلة ونظرة دون عودة. ضخوم صدره من الصدر، أنا شفتها يومي مدام، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، أمي خلوا يشيلنا. ومن منزله إلى شوارع وأزقة المخيم الذي احتضنه واللجوء الذي عاشه، حمل على الأكتاف مودعا، وللأصدقاء والأحبة مفارقة. فمن صرخة الخليل وعذابات شعبنا إلى مخيم الجلزون كانت الإجابة والتلبية. فبعد عملية اقتحام ودهم نفذها جيش الاحتلال لمنازل المواطنين في المخيم، كانت رصاصة قناص حاقد بقلب الشهيد تتربص. بدك يا نتنياهو ضخ ضخ، بدك تقتل الشباب اقتل، تقتل 10 بنولد 100، تقتل 1000 بنجيب 2000. الحمد لله، مدام نسائنا بتحبل وبتخلف وبتجيب، الوطن راح يرجع لأهله ولناسه ولأصحابه. الشهيد أعجز قاتليه، طردوه ولم يفلحوا، أسروه للنيل من صموده وانتمائه، لكنهم فشلوا ليطلقوا عليه رصاصة الإعدام ويشيع إلى ثرى الوطن الذي ضمه، وهنا انتصر. بقلبه تصدى وبحياته ضحى لتكون فلسطين هي الأغلى. أحمد عرفات، أخبر الخي والصديق، واخبر أيضا رفاق الدرب أن المحتل طغى وفلسطين هي العروس الأغلى. من مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، علي درعلي، تلفزيون فلسطين.